ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على سيد رسول الله شفيعنا يوم الفزع الأكبر. أنا أقول أنه المحتوى الرابط سوف لن يقتصر على تقديم المعلومة فقط، وإنما سيكون هناك حقل من حقول الاختبارات، سواء باختبار الوضعيات التكتيكية أو باختبارات تدريبية. يعني لنأخذ مثل، إحنا المثل بسيط، هو أنه إحنا راح نوجه أسئلة عن طريق طبعا كل الإيميل، ما راح نضع على الموقع لأن هناك خصوصية للأعضاء المشاركين. فعلى سبيل المثال الحصر، إحنا وجهنا هذا، راح نوجه هذا السؤال. التوبكس يقول principle of coaching ball position in the third level، هي شنو هي الأسس التدريبية لحيازة الكرة في أثلاث الساحة، ثلث الدفاعي، ثلث، هو نفسه 8-8 بالثلث الدفاعي، هذا الثلث الدفاعي، و8-8 في الثلث الوسطي، و8-8 في الثلث الهجومي. يعني هنا تلعب 8-8، الثمانية اللي يلعبون بهذا الهدف هم مدافعين، لكن من يتحول لعب 8-8 هما نفس الثمانية ذولا راح يتحولون إلى مهاجمين، واللي كانوا مهاجمين هنا راح يتحولون إلى مدافعين. في الوسط هناك تبادل بين الهجومي والدفاع، أو ما يعرف بالانتقال. الفكرة الرئيسية من هذا الموضوع هو عدم منح المدرب فرصة واحدة للإجابة عن سؤال واحد. هذا سؤال لكن فيه ثلاث إجابات، كل إجابة لها أسس، principle يسمونه، principle of coaching. يعني من أنا أدرب عندي موضوع principle of coaching بالثلث الدفاعي، أكو أسس لازم أتبعها حتى يصير الكوتشينج بيهيفير مالي، أو الكوتشينج أسميها ميثودولوجي صحيحة. وعندما أنتقل بالثلث الوسط يكون هناك اختلاف في الجزئيات، من الناحية الدفاعية أو من الناحية الهجومية. هاي فكرة، الفكرة يعني توضع ويقدم السؤال، وإحنا في كل إن شاء الله عدد من المجلة نضع ثلاث أسئلة ونترك المدربين يناقشوها. مثلا على سبيل المثال، أنا عندي خبر اليوم من الأخ المشرف في السودان، يقول لي دكتور موفق، صار علينا يعني زخم في طلب العضوية. قلت له طبعا السودان عاشق لكرة القدم ومدربيها عاشقين للتطور، لأن يعني عندي زملاء يشتغلون معي هنا في دولة قطر يحبون التعلم، عندهم رغبة في التعلم فظيعة. يعني أنا الشيء اللي أحبه بيهم إنه عندهم رغبة في التعلم، فيسألون ويتابعون ويأخذون المادة ويطوروها وكذا. وكذلك المدربين بالعالم العربي، في كل العالم العربي، في شوف المغرب العربي، أنا عندي اتصالات مع مدربين المغرب العربي كثير. يعني أنا عندي يمكن بالرابطة راح يكون رصيدنا من المدربين في المغرب العربي كبير جدا. في مصر يعني أنا الآن في عندي علاقة فنية مع تقريبا أغلب المدربين المصريين. يعني لو صفحتي تستوعب أكثر من 5000 لكان حجم المدربين المصريين، والمدربين المصريين جايين من محيط كرة قدم، يعني فنانين. وهكذا يقال الأمر عن سوريا، عن لبنان، عن المملكة العربية السعودية، عن البحرين، عن الإمارات، عن قطر الخير، عن كل مكان. إحنا وضعنا شعار مهم كل الناس راح تحترمنا، إنه ما في حدود بيناتنا، إحنا راح نعمل رابطة عربية بحتة. وأنا أعتقد، عندي اعتقاد يعني، بعد أن نظهر حجم البشر الموجود عندنا بالرابطة سنحصل على دعم من الدول العربية ومن المؤسسات الغيرة. هيش عندي اعتقاد، وربما يدعمونا أشخاص أثرياء يعني. فأنا مؤمن بأنه الاختبارات المستمرة للمدربين تحرك ذهنيتهم. يعني لا يجوز أن نترك المدربين اختبارين بدورة تدريبية
براكتيكال عملي يعني، ونقول له السلام عليكم. احنا نستمر نكون يعني امتداد للدورات التدريبيه اللي قيمها الاتحاد الاسيوي، ونكون امتداد للدورات التدريبيه قيمها الاتحاد الاوروبي، ونكون امتداد للاتحاد الافريقي وهكذا. يعني احنا نسمونه انترناشونال سورسز، مصادر عالميه، لكن احنا ناس ما نسرق ولا نسوي كوبي بيست. اذا اخذنا ماده موجوده نشير لها. احنا ناس، وهذه رابطه علميه، ما تاخذ وتلصق، ما تاخذ وتلصق. على سبيل المثال للحصر، هذا الموضوع اليوم لا يوجد لا على يعني موقع كروي ولا في كتاب ولا في ولا ولا ولا. يعني هذه هي اللي اريد انا من المدربين المشاركين الاعضاء، ان يستنبطون ما يعرف بفوق المعرفه. يعني الاشياء اللي ضمن المعرفه نتداولها، لكن احنا دائما نفكر بشيء فوق المعرفه، بشيء يكتسب المدرب ياخذه ويضيفه الى معلوماته. لو جاب topics principle of coaching while position in the third of the field، راح يخليك تفكر، راح يخليك تروح الى مراجع، راح يطور من ذهنيتك التحليليه. والاحسن بهذا الموضوع ان تخطا، راح نقول هذا خطأ وهذا الحل الصحيح وهذا الحل الصحيح، ونعطي أسئلة على الجانب البدني، على الجانب الذهني، على الجانب النفسي، على الجانب الطبي حتى، لأن لابد للمدرب أن يكون عنده معرفة بإصابات كرة القدم وكيف تحدث وكيف تعالج، معرفة صغيرة. يعني أنا صاحب شعار، إذا تريد تنجح في مهنتك يجب أن تعرف كل شيء عن مهنتك. يعني أنا ما أريد المدربين فقط يفكرون بالتمارين وسلام عليكم، أريد المدرب العربي يتطور علميا، أريد يكون ملم، خلينا نسميه إحنا توتال فوتبول كوتش. ليش ما نسمي إحنا، ليش العالم الغربي من يسمي الأشياء نأخذها ونفرح بها كأنما إحنا لا نفهم شيء؟ لا، إحنا راح نخلي العالم الغربي يفهمنا. ولذلك أنا أضع بالإنجليزي هذه، لأن أنا أنشر في موقع اسمه LinkedIn، ودائما أضع بالإنجليزي أريد، وتجيني استجابات من مدربين أجانب. إحنا هذه الرابطة يعني أنا مشروع حياتي، راح أدعم دعم كامل بكل ما أملك من قوة فكرية وخبراتية، وأستغل زملائي وأبنائي اللي يشتغلون معي على فلسفتي في دعم هذا المشروع. في مدربين يعني الحقيقة تحت يعني مخفيين، مدربين عندهم إمكانية في كل الوطن العربي، تعالوا افتحوا الباب وعبروا عن آرائكم، عبروا عن أفكاركم، خلينا نسوي المعرفة شبه مجانية بيناتنا إحنا. فاللي عندك أعطي، واللي عندي أعطي، واللي فلان عنده يعطي، نسوي منظومة كرة قدم عربية راقية تتفوق على كل يعني منظومات كرة القدم العالم العربي، حتى في آسيا، حتى ربما في العالم، الله أعلم. فكونوا مستعدين إخواني من الآن، كونوا مستعدين على المساهمة في دعم هذا المشروع. يعني أنا بالنسبة للأعضاء اللي راح يقبلون وتمنح لهم العضوية، عليهم أن يكونوا مشاركين في هذا البرنامج التدريبي التثقيفي التعليمي المهم. عدا ذلك راح نشاطات كل عضو تحسب له، عدا ذلك لا تجدد العضوية للأفراد الغير مشاركين في دعم منظومة كرة القدم العالمية اللي سميناها احنا تسمية قناها رابطة المدربين المحترفين عرب كرة القدم، رابطة. فإن شاء الله من الآن، أنا عرف في ناس اعتبر رغباتي يريدون ينشرون أفكارهم بس ما يجدون مكان ينشرون أفكارهم، يعني راح أساعدهم والإخوان يساعدوهم، وإحنا عندنا أضفنا لممثلي الرابطة محاضرين عليهم فيهم قيمة علمية وجيدة بالاتحاد الآسيوي، ممتازين، أنا أعرفهم أصدقائي.
إن شاء الله بإذن الله تعالى نصل إلى نتائج. أنا أعتقد في فرحة عند يعني خل أقول 80% من المدربين العرب عن إعلان هذه الرابطة. أمس أنا أحد الأخوة المشرفين يكلمني يقول لي هذه الرابطة ضرورية، وهو محاضر آسيوي كبير ومحاضر للتعدوني ومسؤول عن منطقة في آسيا، يقول هذه الرابطة دكتور موفق ضرورية جدا جدا ويجب أن تستمر، وأعطى أفكاره شلون نأسس جمعية، نسوي جمعية للتأسيس، وشلون نسوي بعدين جمعية عمومية، وبعدين نسوي انتخابات، نسوي إدارة ونتوسع. وكنا الأعضاء المشاركين نبحث عن دعم لهذه الرابطة. يعني لا تخلون، لا تتركون بالفصحى، لا تتركون الحمل علي فقط، الحمل عليكم خصوصا الشباب. احنا نفتح ذهنيتكم وانتظروا قواكم الكبيرة في دعم هذه الرابطة. انا بالحقيقة يعني بالاحرى انا ردت اسميها منظمة organization، وصار يعني خلاف في التفكير بيني وبين اخوة خصوصا اللي يشتغلون بالخارج. انا من قصدت منظمة لان انا كنت مقرر ان اسويها منظمة يعني مدنية من المجتمع المدني بدون ربح، وما تستلم يعني أرباح مادية كبيرة. لكن الأخوة قالوا يا دكتور موفق لونس، بعض الأخوة قالوا نسويها رابطة أسوسيشن. قلت أوكي، التسمية ما تهمني يعني بقدر ما يهمني الغطاء القانوني لهذه الرابطة. أنا طبعا أختلف مع الجميع، لكن أنا أحقق رغبات جميع. أنا كنت أود أن تبقى هذه المنظمة ومنظمة مجتمع مدني محترمة تنضم إلى منظمات المجتمع المدني وتدلو بدلوها في رفع مستوى ثقافة المدرب العربي وتطوير مهارات التدريبية أو التحليلية أو إدارة المباراة. أنا الدكتور موفق المولي، أرجو يعني التوفيق للجميع دون استثناء. شكرا جزيلا.